حكمة اليوم مبنية على كلمات آل الأديب أحمد خالد توفيق، بيقول: نحن لا نحتاج سوى للرأفة ببعضنا البعض، الرأفة في الحديث، الرأفة في الفعل، الرأفة في التمسك، والرأفة حتى في التخلي. يعني بكل اختصار، كون إنسان محترم في محبتك وفي خصامك، لا تفجر في المحبة ولا تفجر في الخصام. تذكر في يوم كنت زوج حبيب قريب لشخص، وتاني يوم صرت غريب. ليس من المروءة ولا من الرجولة ولا من الإنسانية إنك تنشر عرض من كان يوما عرضك وشرفك. كن محترم في النهايات كما كنت تظهر محترم في البدايات.